حصري على قنوات روتانا، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية سحبني حلاها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال عيد الفطر بعد انتهائه من تصويرها في لبنان مع المخرج أحمد الدوغجي. فبعد غياب طويل عن الأغنيات المصورة، يظهر المهندس في هذا الكليب بإطلالة مختلفة عما ظهر به في أغنياته المصورة السابقة. الأفكار كثير قريبة علي وبنفس الوقت جديدة علي، يعني جديد على ماجد بالأغاني اللي صورناها سابقا وفيها من إحساسي. أغنية سحرني مصوريها كاملة بالاستوديو بكذا لوكيشن بكذا ديكور. تربطنا بأستاذ أحمد علاقة شخصية وصداقة، تناقشنا كثير بالتفاصيل ووصلنا الفكرة، أعتقد راح تعجب الناس. يعني عموما راح يكون الكليب أكثر داخلي، تصوير في استوديو ديكور، يعني لمدة يومين حاول أستاذ أحمد أن يختار مواقع أو يعني ديكورات مختلفة حتى ينطي أجواء مختلفة. أما على صعيد ألبوم ماجد الجديد، فقد تحدد موعد طرحه النهائي بتاريخ 20 من سبتمبر الجاري. الألبوم في 16 أغنية وموال، يعني 17 عمل في مجموعة كبيرة من الشعراء الرائعين والملحنين والموزعين، وتسجل كذا دولة، يعني سجل تركيا وفي مصر وفي دبي وفي السعودية، سجل قسمنا بالبحرين. وبصراحة كان يعني في مجهود راح إن شاء الله لما ينزل راح يكون واضح المجهود، راح الناس تحس المجهود الكبير اللي استمر إلى يمكن أكثر من سنتين ونص، وإحنا نشتغل بهذا الألبوم من آخر ألبوم مذكوريني لهذا الألبوم، تعبنا عليه يعني حتى نطلع بالشكل اللي احنا نريده واللي الناس متوقعته من عندنا، يعني منتظرين نطلع بهذا الشكل. انا احس روتانا ما تقصر مع كل فنانينها، يعني اذا تشوف توقيع العقود مع كثير فنانين او اطلاق الالبومات اشوفها كريمه جدا. مع ماجد كريمه كانت جدا من بدايات 2005، من بدايات يعني اول ما وقعنا، ولليوم روتانا بصراحة مو مقصرين معي بكل شيء. يذكر أن المهندس قد أحيا حفلا فنيا جماهيريا في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة العيد، حيث قدم لجمهوره عددا من الأغنيات المتنوعة بين الألوان الخليجية والعراقية، ومن بينها أغنيته الجديدة سحرني حلاها التي لقيت قبولا كبيرا بين الجمهور الذي طلب إعادتها أكثر من مرة. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا، أنادي أحصة منيرة جواهر يا مها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. طبعا كلمات عبد الله أبو راس، الحان الموسيقار الرائع ناصر الصالح، وطبعا أبدع وأداها ماجد. يمكن تشوفونها يعني من أسبوع ونص أو أسبوعين، وهي يعني تعرض على شاشات روتانا موسيقى وكليب. كل التمنيات والتوفيق للرائع والممتع الحقيقة فنيا أستاذ ماجد المهندس. فاصل ونعود لكم بعد قليل.